كمان معانا الأستاذة ندى خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، وده طبعا بمناسبة هذا البروتوكول اللي وقعته مؤسسة حياة كريمة مع وزارة التربية والتعليم وكمان وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بتشجيع ثقافة العمل التطوعي. والحقيقة دي موجودة من زمان في مصر، ولكن احنا عايزين نعرف ايه التفاصيل المتعلقة بهذا البروتوكول. مساء الخير أستاذة ندى، أهلا بيكي. نور على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. تفاصيل هذه او هذا البروتوكول مع وزارتي التربيه والتعليم والتعليم العالي. في اطار دور مؤسسه حياه كريمه للمساهمه في توعيه شباب الجامعات والمدارس لاهميه تعزيز دورهم في العمل المجتمعي والتنموي عبر المشروع القومي حياه كريمه، وده طبعا بالشراكه مع رئاسه مجلس الوزراء ووزاره التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره التربيه والتعليم والاكاديميه الوطنيه للتدريب والتاهيل. نعتزم مؤسسه حياه كريمه ان احنا نطلق حملات للتوعية والتعريف بالمشروع القومي حياة كريمة. أهدافنا فيها علاوة على التعريف بالمشروع القومي حياة كريمة، تعزيز ثقافة الحوار المجتمعي والعمل التطوعي للطلاب وإدماج التخصصات المختلفة بالجامعات والمدارس ضمن تنفيذ مشروعات حياة كريمة في المحافظات المختلفة. بنستهدف كافة الجامعات الخاصة والحكومية والدولية والمعاهد العليا والفنية والمدارس بكافة مراحلها التعليمية على مستوى الجمهورية. بدأنا بالفعل منذ الاجتماع مع المجلس الأعلى للجامعات النزول فورا إلى جامعة القاهرة كلية إعلام، ومستمرين في تنفيذ الخطة على مستوى الجمهورية. هيعقد المحاضرات والندوات تنظيم زيارات من مشروعات حياة كريمة داخل القرى تمهيدا لدمج مجتمع الجامعات داخل المشروع القومي حياة كريمة ده على مستوى الجامعات. أما بالنسبة للمدارس سوف يتم تدريب كوادر من وزارة التربية والتعليم ومتطوعين من حياة كريمة على محتوى تدريبي سيتم وضعه بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم تمهيدا لتدريب المدرسين داخل كافة المدارس على مستوى الجمهورية على هذا المحتوى، وده بهدف بث ثقافة التطوع والعمل المجتمعي للطلاب خلال الأنشطة المدرسية. وهيعقد ده إن شاء الله تنظيم رحلات مدرسية للطلاب لمشروعات حياة كريمة داخل القرى المستهدفة لدعم المحتوى المقدم بشكل فعلي وعملي. وده طبعا يا فندم بالإضافة الأنشطة اللي هنشارك بيها كمؤسسة حياة كريمة زي ما أستاذ شادي كان بيقول مثال اليوم الرياضي وغيرها من الأنشطة اللي إن شاء الله بتعتزم مؤسسة حياة كريمة إن هي تشارك فيها بشكل فعال داخل الكرة وفي المدارس إن شاء الله بإذن الله على مستوى الجمهورية. أنا بشكرك جدا الأستاذة ندى خضر، شكرا جزيلا ليكي.